الرب نوري وخلاصي فممن أخاف؟ الرب حصن حياتي فممن أفزع؟ إذا تقدم علي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي، فإنهم يعثرون ويسقطون، فالرب خلاص لا أخاف. إذا اصطفى علي عسكر فلا يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي ذلك ثقتي. واحدة سألت الرب وإياها ألتمس أن أقيم في بيت الرب جميع أيام حياتي، لكي أعاين نعيم الرب وأتأمل في هيكله. بك نطق قلبي إياك التمس وجهي، وجهك يا رب التمس. لا تحجب وجهك عني يا إلهي، ناصرا كنت لي فلا تخذلني، فلا تتركني. ناصرا كنت لي فلا تخذلني، ناصرا كنت لي فلا تتركني. يا Oh.